الحقيقة حول ما راجع في بيان إحدى المكاتب المحلية لإحدى النقابات على مستوى جماعة القليعة، وفي الحقيقة لا يسعنا إلا أن نعبر عن كبير الاستياء وعن شدة الاستنكار المضمون هذا البلاغ، والمضمون التدوين اللي خطيرة كان نعتاب الخطيرة لأحد المنتسبين لهذه النقابة، واللي حقيقة كنشوفوا بأنهما خارج السياق. ففي الوقت اللي كنلقاو كل المغاربة من جميع المواقع، كل معبأ ومستنفر من أجل حماية صحة المواطنين وبالأحرى حماية التلمذات والتلاميذ والأطر ديالنا داخل المؤسسات التعليمية في مواجهة هذا الحالة الوبائية الخطيرة والفتاكة جدا اللي هي كوفيد 19، فكنلقاو الناس اللي خارج هذا السرب مع كامل الأسف، ملي كيتجرأ مسؤول كيعتبر راسه مسؤول نقابي وكيعلن للرأي العام بأنه 16 حالة مصابة مؤكدة في المؤسسة ديالو، اللهم إنا هذا المنكر. ماذا ننتظر من غير هذا المسؤول اللي المفروض يكون شريك استراتيجي وواقع الحل ديال هذه المؤسسة؟ فالأمر لا يتعدى إصابة وحيدة مؤكدة في الوقت اللي كيعلن هو بأن هناك 16 إصابة مؤكدة وتسع تلاميذ مخالطين فقط، وبالتالي فإننا نعبر عن الاستياء العميق، خصوصا بأن النقابة المعنية ولا صاحب التدوين المعنية المنتسب لذات النقابة، فحضروا معنا لقاءات تنسيقية داخل المؤسسة التعليمية، حضروا معنا لقاء تنسيقي في المديرية الإقليمية، واللي زعما بكل صراحة شفنا فيهم الشركاء الاستراتيجيين اللي يمكن يعبؤوا ويحموا المنظومة التربوية ويمكن يحموا وليداتنا. فاليوم المعطيات الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أرقام رسمية في هذا الموضوع، فهي هناك لجنة إقليمية ديال اليقظة تحت إشراف ديال السيد عامر صاحب الجلالة بحضور القطاعات المعنية، وهي اللي كتستصدر أرقام وإحصائيات رسمية. فاليوم على مستوى مديرية إنزكان إيت ملو عندنا ما يجوز 150,000 تلميذ 10 الإصابات مؤكدة فقط، ولكم باش تشوفوا النسبة على مستوى الموارد البشرية ديالنا، فالموارد البشرية اللي كتعدى 6000 إطار، الأمر لا يتعدى 8 حالات مصابة فقط في 220 مؤسسة بما فيها مؤسسة التعليم الخاص. على مستوى المؤسسات المغلقة عندنا 143 مؤسسة عمومية وعندنا 80 مؤسسة خصوصية، جوج المؤسسات المغلقة فقط، علاش؟ لأن كل مؤسسة فيها جوج ديال حالات الإصابة، واللي جوج الحالات كل حالة تعافات، وكنتظروا في هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي غتنطلق الدراسة بشكل عادي. فبالتالي اليوم راه كنستنكروا وكنعبروا عن الاستياء ديال هذا التصريح غير المسؤول واللي هو خارج التيار، بحيث اليوم ما أحوج الوطن ديالنا للتعبئة الشاملة والاستنفار الشامل باش حماية الصحة ديال المواطنين. وشكرا.